السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، كي جايين بخير؟ أموركم عنيا؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله، وتكونوا في صحة جيدة إن شاء الله. فقبل ما نبدأ الفيديو الإخوان، راح تلقوا في صندوق الوصف يعني جميع المواقع للتواصل، منهم الانستغرام، الفيسبوك والتيك توك، يعني اللي حاب يدخل مرحبا. اليوم الإخوان غادي نهضروا على هذيك القضية ديال البيض المسلوق، وغادي نوريكم الطريقة المثالية يعني باش تقدروا تقدموا بيضة واحدة يعني العشر ازواج ولا ثمانيه الازواج في نفس الوقت. وكما كتعرفوا الاخوان، البيض المسلوق يعني كما عنده منافع راه عنده اضرار كثيره على الطيور تاعنا. يعني البيض اول حاجه ما خصوش يقعد 6 سوايع عند الطيور، ولهذا احنا اليوم تطرقت لهذا الدرس هذا باش نتفاداو هذه المشاكل اللي تكون في البيض. حيت الا فات 6 سوايع عند الطيور يعني كيولي البيض ما نافعش، تيوليو الاضرار تاعو اكثر من النفع تاعو، ولهذا غادي نتفاداو هذيك القضيه تاع تقسيم البيض يعني ربع بيضه لكل طائر، والطائر في نفس الوقت كياكل منها واحد الشوي وكيخلي اكثر كيخليها يعني مليوحه وتنضيعو يعني في المصروف. ما غاديش تكفيك بيضه واحده يعني جميل ازواج وفي نفس الوقت تضيع البيض، كنلوح يعني النص كثير كنبقاو كنلوح. وهادشي راه الاخوان كاملين عارفينو انه كيبقى ديك الشياطه تاع البيض في العشيه كتجي كتحيدها كتلوحها. حنا اليوم غادي نتفاداو هذه القضيه هذه، وغادي نوريكم الطريقه المثاليه يعني باش تقدموا البيض ويستافد منه الطائر وباكبر نسبه من الكالسيوم. هنا كل شيء هادشي غادي نحتاجها الخوت ووسائل، يعني بيضه واحده يعني مسلوقه 10 دقائق فقط، وهاد القشور تاع البيض يعني اللي كيشيطو المرن الطراش يعني كيبقى كيتلاح، غادي نستغلوه. هو هذا اللي كتشوفوا قدامكم يعني هذا قشور البيض وبعض السيبيا يعني محكوك، يعني البلاصه فاش غادي تحكوا البيض اما بحكاكه بحال هاجي يا اما يا فورشيط راه قادير غرام، يعني ديك الفورشيط باش كناكلو نقشروا البيضه ومجغوها. ودابا غادي نقشر هاد البيضه هاجي غادي نحكوها يعني مزيان. هنا كما كتشوفوا الخوت، انا البيضه راه حكيتها مزيان يعني القشور تاعها مبقاو هنا باش نعاود نطحنهم ونستافد منهم مره ثانيه بحال هكا. واش ندير هنا؟ يعني نزيد القليل من الكالسيوم. هذا يعني دابا شنو هو الطور ديال هذا القشور ديال البيض مع السي بي المحكوك، يعني هو تنعلي النسبه ديال الكالسيوم مزيان هنا باش يستافدوا الاناث بزاف من الكالسيوم، وحتى الا كانوا عندهم الفراخ يعني مفيد لنمو العظام. هنا كما كتشوفوا الاخوان بيضه واحده خرجت منها هادشي كامل، يعني بلا ما نضيع ويستافدوا الطيور وفي نفس الوقت ما يضيعش وما يخسرش البيض وما يضرهمش في الصحه ديالو. هنا راه غادي نقدم الباجي يعني وجميع انواع الكنار اللي عندي، هنا غادي نقدم لهم واحد واحد كل واحد يعني يستافد. هنا الخوت كما كتشوفوا يعني كل قفص راه قدمنا ليه البيض اللي غادي يكفيه وفي نفس الوقت ما يضيعش، يعني ما نضيعوش وما نضيعوش البيض في نفس الوقت. انتم كما كتشوفوا غادي يستافدوا وحتى حاجه ما غادي تضيع ان شاء الله. فكنتمنى الخوت نكون فدت ولا واحد منكم ان شاء الله، وما تنساوناش باللايك والاشتراك، راه شي كيجي يحفزنا يعني نزيدوا لقدام ونشاركوا معكم اي معلومه يعني كنعرفوها كبيره ولا صغيره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.